جورمه وجميع كحديرك شيء. سيدا سابرك يو إس سي أنا يجرب فربنا وإستدلنا غطوا كلفتني. تليس إن بسجود أن هرف فديه وسرياش إذا ما أن هرف فديه رسول سرياش سي أن هرف فديه. هيركي سي وادم بيلا لي من نقو كران حلم قبان كران. شرف سوماليا إنك ما قيب جلي كران. خرج سالم وكم أيوة. بنجي هذه دوكوميتيال كي أيك يا جوبي. وأوه مرقاتله ولا إنكر كري. أيك ولا دتك ولا لاية. دور بقول قف يدلين. أيك أنا أنت أسوق قف أكدمت شين لا تنا أكدمت. شين لا تنا كي ماشي كديه الهاين مركا وقت هاي أنت أي بارتان هالقصة ما يكديه الهاين. سلام مركي عيديد وعيل قبيلي كرب كساري. تاوضي الكسور دوا دقيب كلو كم ده برامج كني واي شوك وحن لا شوكنا هالجماعة عبد النور السياد أنكل هو الرئيسي إس إس دي إف إس إن إم يو إس سي كدي بنا مركي دم بس سياسي بابون نقضي أوكي عبد النور السياد وحن مري إني أو عين دت كأودني يدو دولة دي تنتهي واللي بقى ده دل دل لعبة ده عين مركي دولة دي هدي ما أنا فاستنوا واد كو إيديني سين يدنكو لا إلا بقى تن شو مجال داس بس محمد سياد بركوش رأي أنت عانى لين حالة ضد كسلو هاب النصور بسم الله هرت روحان ربعي أنا كقبل لعبة مجال المقدسة سياح بدو قبل لعبة مجال المقدسة وحي حبدو قبل لعبة تي مركي أورك يو إس سي اللي بدل لو عصي جربك يسمى اللي ترجو وسوح أول سنة سي هاب سميله أو ما أعرف هي دت فربدانو دولة داس ريديستي دا أو دا عرقبة أيا دتكو ها مركا دتكو سياسة دا وحاكا مهم سنيت ما أعرف تو حقبتك يو دنا عقربك عيدنك وأيو دولة دا إن حوق لغوها يستحوقنا لغوري دا سداس أيا ما أعرف تي برنامج كالاقاتي ها مركا ما دام سداس لاقاتي وحا دا عدي مركا الله بودن ها ها وها مركا دعدي سلاس مركا دعدي وها لو باهي غرب ايضا و حمر كسامية او الغلو فضو دايا ان مجالا ابنجي دوسن عادي هين او عسمدي ان ابنجي دوسنين سي ارنتاس اوقات عالم اوقات سياس دردي ايضا أفر ميلود مرنا شن ميلود لغوش يقو مركي أضياش لغو درنا شن ميلود مركي كلنا أفر ميلود وحرموه ذو حل السمائي رغا وهمين كي إذا ما ذكها والقلاد إذا ما ذا سوى وحول بقول لما يسترنا رك ديار سنو ميلتري ها أي أبناين إيا دلن يرى ما ركتي دلن يرى ذا إسكا ما ركتي مقالة شوقا هوش السداسة لغو بلابي ما ركتي وحال بلاه أمني درو إني أبو رنتو. سيد دولة دت كشعب كاه وكوكل سون ودولة نمدي إني أول سنة يوم ودي سكر سون وغلون. أيه دي على سور تجري أيه دي على شقي سي. مكان عيدك كلا هذا درو. كبعدي مركا سيد أسميال مرتاي هول جلادي مركا جده عيدك كو ملتريجي دفاع عيدك كتشري. أيه مركا سل سور تشبش. ما دام مجالدي كعذون يكتشرو. مركا واحد اسكفوا ذاتين نوال بابا إنه مجال دي يا عسومات دي يا كعذون كتشري إنه كل هرناوة يا أسكري دفاع هرا كتشري إنه كل هرناوة يو ما فهمتي إنه الدولة تسيشري دونتو كلسوني دي أكلم تي سياس دراد دي مركا قبيل قبيل يا عبتريس كلياشين عيدن كي إذا ما دي مركا حي بلعبين إنه مركا اسكو كل ديبان شبه ده سدا سيا مركا فوضو ذي سي مركا إن قدها الله سوق قالو مركا مركا أنت عسو فوضو ذاتين أود عيال قصو تشيري كبعدين إذا ما دي ولا سوتش بي awoodaha awoodaha lagu la diray hadana awood oo ciidan farabadan oo ciidanka waxa weey ruuhaanti waxa la dhig kara maydu iska aha wixii ka dambeeyay 38kii ciidanku awood dhisan oo wax difaaca karta ma ahayn wuxuu iska aha wax iska maartay iska maydo kala sidaas ay maartay 48kii 58kii 68kii hoos u sii socday aakhirkii dambe ilaa heer gaareen marka in la arko nin sarkaala oo gaas xukuma oo intay u heshiyaan askarti xiraan ama ciidankii inay hayb hayb kala yeeshaano ninka sirkaalka ah kuwa kale oo ciidamada ku jira oo haybtiisa inuu ciidanka ku soo awoodeeyo ayaa sidaas ka bilaabatay ciidamada marka sida ciidankii u qafiifeen oo reernimo iyo waxa uu dhex galeen
ayaa fududaysay inaan isla markiiba soo jiirno meel kasta kabacdina gudaha soo galno gudaha markaan soo galnayna gudihiina kacdoon aan ka samaynay sidaasaa marka noo fududayday 26 beri dee magaaladii yaaman xabad ka bilownay magaalada markaan xabad ka bilownayna dee ciidankiiba waxay awoodi waayeen inay meeshii yartaa heedon kacdoonka ka bilownay inay difaacdaan ay awoodi waayeen oo maaragtay jabiyaan sidaasaa maaragtay suurto gelisay maaragtay in dowladdii saas ku dunto dowladdii waa dumiseen maxamed siyaad barre 26 casho magaalada ku sii jiray idinkii iyo s b m ba dadku yidhaahda way isku dhaceen sida wax u dhaceen waana wada socotay lana heshiis baa ku ahaydina waddanka wada qabataan annaka iyo s b m iyo s n m iyo u s c heshiis baan soo galna oo ah inaan dalka badbaadinno saddex nimoo sarakaylahaana horkacayay saddexda sarkaalna saddexda sarkaal oo daacadda u ahaayoo tuutaa u gashaday inay dalka maaragtay isla markiiba ridaan regime change saxa sameeyaanay ahayd laakiin odayaasha maanafeestada waxay qabeen inaan maaragtay iyo waxay u badnaayeen dad corruptionista oo dalka hantidiisii dhacay oo raba inay reernimo inta ku joogaan odaga laga bedelo odaguna marka uu dareemay raggii shalay wax la isaga wax la burbursanayay ayaa maaragtay adiga ku diraya ayuu diiday oo ku sal adeego wuxuu yidhi ma tegayo wuxuuna is yidhi nimanka soo diriraya ma fahamtay rub ahaanta inay idinka wada qaataana ka habboon inay idinka kii sameeyaan wuu isku dayay inuu maaragtay wejiyo cusub uu sameeyo oo codcodsado oo waawaan hala gala yidhaahdo oo sidaas hala gala yidhaahdo laakiin mar kastaba isagu wuxuu ku xorxiray nin dhihi kara isaga ragga la joogay odayuu iska tag ma ayuusan ku jirin hal nimaa iska yidhi xuseen xaaji boodnin la dhihi jiray aa yidhi maxamed siyaad barre hanaga tago intanada kale aan wada hadalno oo maarafaystada u ahaa ragga maaragtay ugu firfircoon isagana waxa weeye isla markiiba uu soo carolo jabhadau dhex yimi oo meelihii magaalada aan maaragtay annaku dagaalada ka warnay ayuu maaragtay isla markiiba oo ayuu markiiba ma fahanto ku soo gambada marka sidaasay maaragtay u meel marta oo isagana uu ku hayshiisa ku meel marta waa kaa okay s b m yaa la dagaalamay isla ayadii baan kuu wadaay waa isla warkiibaad igu soo celisay waxaan rabaa inaan kuu sheego saddexda jabhadood markay soo heshiiyeen oo soo garteen raggii saraakiisha soo galeen khilaafku wuxuu ka bilowday jabhadda u s c dhexdeeda khilaaf ka jiray jabhaddana u s c odayaal hoteel la yidhaha la garanda oo roma ku yaalla ayaa talyaanigu u sameeyey oo xarun u ahayd odayaashaas halkaasay joogeen odayaashaas marka u s c iyakaa magaca aasaaska iska lahaa laakiin garab howlgelina caydiday u doorteen caydiid marka odayaashaas in siyaasad loogu tago mar haddii cali wariigley dhintay wuu diiday ou dhintay ninkii la dhihi jiray ismaaciil jubcaale cusuble cali wariigleyna isla markii waa dhintay ismaaciil jubcaalena waa dhintay labadii oday oo wax ogeed oo la isku halaynayay mar hadday meesha ka baxeen wuxuu goostay ninkii la yidhaahdo caydiid inaan u s c dambe oo lala sii gorgortamo jirin odayaasii xamar joogay marka waxay rukun ka sii dhigteen cali mahdi oo ganacsada ahaayo isagu dadka volunteerka ah oo shaqaynayo inuu dadka maaragtay taageero oo hantida baxsha diyaar u ahaa oo runtii lafihiisa u qadimayay oo ay islahaayeen waa ugu samcad fiican yahay ragga markaas sheemada siyaasadda ku jiray ayay yidhaahdeen adigaa noo odaya niman ganacsadaah oo odayaalahaan hawshaas ka dambeeyo ganacsatadaas maaragtay ku kalsooneyd in cali mahdi laga dhigo marka saddexdii jabhadood oo soo duulay gudaha kale furfur markiiaan ku sameeyey 26-kaa sameeyeen oon xamar kacdoonka markaan ka bilownay waxaa la sameeyey isla markiiba kacdoon qabiili ah waxaa la sameeyey ruga camiye qabiilana loo kala sameeyey markii bannaanka aan ka nimid nin walbaba wuxuu ku xarooday jufadiisu meel guryaahi ka dhex dirirayso ayaa nala kala geeyey markaase waxaa leeyahay xaggee goormaa timaadeen halkaas ciidanka war annakaa jabnayoo reer hebelahoo waa nala jabsheegay noo keena ciidankaan aad wadin keena niman annakoo qoryihii naga wada dhexeeyaan qoryihii wada haysano oo sidaas u wada haysanaa waxaa la sameynaya qoryihii inaan la kala qaybsho oo reer hebel loo kala qaato halkaasay ka bilaabatay odayaasha manafeestadaha ka shaqaynaya gardaradaas taas lama wada laha manafeesta ka shaqaynaysa manafeestana waxay ahaayeen odagiyaa la joogay waxyaalaha manafeestada dadka u xarareynayay odagiyaa la joogay qaarna odagu inuu ka tagay qabeen qaarna odagu wax walahaa war niman wada shaqaystayaan nahay wax wada qabsaday
ama aan wada tagin oo joogin asagoo marka kelmadda kaliya uu Soomaali ugu hiliya waxa ay ahayd in la wada aamin waayo oo tuso nimanka aan shalay asaga maaragtay la shaqaysanayo hantida ku yeesho bilyaneerka wada noqday inay maanta asaga fanaytiyaan ayuu diiday waa idinla joogayaabu sidii marka ku sibay in maaragtay laisla baxo marka ayagu hadda waa niman dadkii moogta dhinaca kalena ka shaqaynayo isaga qaaimayay dhinaca kalena waxay ka shaqaynayeen in jabhaduhu fahamtay dagaalamaan oo gacanay annaka noogu yeerayeen raashinka waa noo soo dhiibayeen waxyaala fara badan naga taakulaynayeen laakiin taas waxay ka ahayd ayagu moogtahay siyaasaday ka ahayd maayaane oo dabal game ah ayay ka ahayd daacadnimo soomaali waxay u tooseen kaba ay waday waxaana muujinaya ficilkoodii dambay ku dhaceen ficilkoodii dambay ku dhaceen waxay ahayd dadkii waxay sameeyeen ayagoo wada jooga oo sida wada leh hayb walbaba wada leh oo hayb soomaali ka koobanta aan ku kala maqnayn ayay waxay sameeyeen dad hayb gaara in la barakiciyo oo la laayay ka shaqeeyay oo waxay ka shaqeeyeen dadka muqdisho ay isleeyihiin waa ugu badan yihiin markaas inay u haraan magaalada dadka kalena laga qaxiyo arrintaas marka waxay fududayday in ciidanku ku kalsoonaa waayo oo kalsooni soomaalinimaha ku jirto oo jabhadihii ku soo galaan in la waayo in cumar jees ceelasha biyuhu tegay dadkii ugu horreeyo anigu u tegay baan ka mid ahaa oo maaragtay meesha ugu tegay meeshaada joogaaneedi difaaca soo dheere horay u soo soco waana la isku ogaa middaas run ahaantii waxaa suurtogeliyey inay maaragtay la weeraro ayaka markay dareemeen in cumar jees inuu meeshaas joogo isla markiiba dagaali ku abaabulay mana fiirsado waxay magaalada waxay abuureen dhalinyaradii iyo dadkii kacdoonka ahaayo iska moogtahay inta awoodda caruursantay oo aan itijaaha lahayn oo ay qabiil u wajaheen ayay waxay u tuseen inuu hooy hayb gooniya ka yahay waxa guulaystayna reer hebel yihiin ma fahm arrintiiyay maaragtay suurtogeliyeen taasaa marka in cumar jees dagaal inay ku qaadaan annakuna hadday dhinaciisa lagama soo jeesan karin waayo waxaan isaneedin bal ninkan meeshay u wadaan soo meelahaas maahan aakharka ugu dambeeya idinkan heshii doonina u kaadsa waa u kaadin way sameeyeen halkaanay duulaan ka qaadeen ilaa kismaayay agteeda meel layidhi araare ay ku tageen waa ku soo jabeen markay soo jabeen xamari yimaadeen iyagoon waxba islahayn waxay yidhaahdeen waa soo jabna saasaa nagu dhacay talana ma hayno waayahe maxaad rabtiin ceelasha biyaha la fadhiyaa maydberi baa caawa muqdishata see yeelna nimankii waxaa la yidhi nimankii ayaka isku dhex jiray ayaka markaasay kala jabeen oo hayb qabiil u kala jabeen waa maanafeysadii kuwii dhinacaas ragga dariray ka soo jeeday waxay is yidhaahdeen guul aad dalka ku hanatiinaad helaysiin oo ciidankiiniya ceelasha biyahaas yimid kuwaana kuwa laga adkaaday ka dhigeen waxay sameeyeen marka inay maaragtay yidhaahdaan marka kuwii kale soo gala magaalada gorgortan ma jire kuwaana marka magaaladii inta ku dhex noqdeen dadkii ku haray sifayn ku bilaabeen dadkiiay laayeen dadkii markay laayeen inta noo yimaadeen yidhaahdeen dalkii la qabsaya see yeelna ma qaxna mase see yeelna haye nimanka hadda idinka isku afurnaaye see ka warrama ma jirto janankii hebel la yidhi lix iyo labaatan jananaa ciidanka wada jenaraalow hadda adaa maantay naga dhici kara kaale naga dhici aydiido sidii aan dagaalka ku galna kismaayaan tagna waxay yidhahdeen kismaayo markaa ka soo noqotiin ushii adinkaan idiin dhiibayna dhaqan iyo siyaasad iyo ganacsi ayagoo iskugu jira madaxweynena horay u sheeganayay sidaasay aqbaleen markaan kismaayo tagnoo soo noqonnayna waxaas waxba kama jiraan bay yidhaahdeen ha markay nagu boodeen haddana caydiid uu tegay harar uu aaday sharqoolay u dhigeen oo ciidan ay ku ogaayeen meel oo gudaha ku jiray ay yidhaheen sharqool haloo dhigo ciidanka isagoo shilaaba meel u dhow maraya ayaa caydiid lagu weeraray ilaahay baa soo baxsho hadda waa raggiisii waa la dagaalama waa ciidankii waa la iska dhacsha waa laga adkaada waa la yimid xamaraa sidaas xabadday uga bilaabatay xabadda marka ayakaa bilaabo ninkan soo guulaysto jananka ahoo kismaayo soo qabtay in haddana ay inta qadanqadiyaan iska baxshaan laba goorna horey u qadanqadiyeen ay ku fakerin ayadiibaa suurtogeli weyday waa lala dirra ayakiina qabiil ayay salka dhigeen laba reeray iskugu soo hartay bahash iyo may afar reer ayay iskugu soo hartay intii kale dagaalka waa ka baxay afarta reeray iskugu soo hartay waxaa weeye markay ugu yaraato dagaalkii waqtigaas maxamed siyaad barre lala diriyay ilaa jabhadaan la soo dirirayney wixii nooga dhintay noogama dhiman dadka ugu badanaa nooga dhintay
أفر بلاد إيه لباتن إيه أفر همين إيه لباتن صدق هنا متك هاد ما جرني أيوة دجال كاس سعود وحاوي جوري فربضان إيه هنتي فربضان إيه مجالدنا وكدن تدت كان وكبابا آخر كي وجودنا بس دي ينشوفن سوا حد يدم بمريكا رايمي مريكا وحوي يروحان ربع إن المارك تي دلك عنو أطلش إلا إيدي أيديد هذا نين أجنبي أقول ما هيني لما كان لنا عنك لكسر شيء دواب أقول عيون هن لوس أقول مريكا هي ما هذه الحين على كي كسر ويني أيديد ديد ما دي سي ما فهم مريكا وش قيم ويس مريكا حوج كسر أقول وايم مركي لسود ويني ويمدنا أيديد وح كم سود وين وحو بلعب مريكا ويرى هذا وحن لسه يا مركا ما ملقى قبل يديه قبل هذا هدير شيره waxa uu eego kooyo labaatan xibnood laga dhisay degmada kas ayuu bilaabay dad Soomaaliyeedna waa adeegsanay ciidamada Pakistaanku idaacaddi ayay inta tageen waxa yiraahdaa idaacadan waxyaalaha anaka aan rabin in laga sheego inay qabsadaan isku dayay halkaas xabadu ka bilaabay ciidamada Pakistaanka idaacaddi markii laga celshay waa la laayay ayakuna dadki waa laayeen dhowr boqol qof ay dileen ayakana intaas oo qof ka dhimatay shan laatan ka dhimatay shan laatan ki meeshay ka dhihi lahaayeen marka moogtahay arinta ay baaritaan lagu sameeyay ka dhihi lahaayeen isla markiiba ay diiday u ciil qabeen kor ka saareen marka ka saareen oo ninkaanan wax ka cunila aan hayay macnaha kaga jeedeen isla markiiba dagaalkii ayaa sidii ku dhacay aydiid hal soo qabtay ku xigtay dagaalkii ayaa socday qayb gooni hoom qudisha dagaalku ka socday soomaalida waxa niyada kala jiray ka jiray mooyaane wax soomaaliyo markaas oo garab taagan ma jirin dagaalkii sida lagu gala waa lagu baaba mareykanka dadka uu xasuuq run ah asagana waxa ka dhimatay 18 18 iyo ma isku dhimataa ilaa 500 kun ilaa 600 kun qof isku ma dhigtay gurihiina uu baabash hanti iyo dadba oo tirtira آخر كده بنا نكى بيلوت كبر كسور داعي بيلوت كاس يا إذا ما لو مركى هرب بيلوت صار شيء قام عاونا قايمين إن كويمت وحي بس قادم وعي وركيسي يا سياسة دي سي جناح سيرة هاي ده ما رتى خاص النقا هاي الصومالية آخر كده من اللي ديش جر جونسان ده سفيرة شرق انتقل توه ويروح عن ربنا الدرك إنا بترول كقطن عيد إذا أرقلت نقوح يا نجا قبكرة أحكى قبكرة ملها لي تقال كسيدي وكسور داعي مرايكن كي بيلوت كي سي على سي اي وانا كبح وبح مركو اوغادي ان ان ميل بترول او كقدر كرو نبدو ايسج عديدنا اي ودنتاي ما يا عديد ما دبا ونولي مركا ونولي مركا وانا كبح واي كبعدي سيدي ان كو جوجن عديد مركو بحي اردي ان سوغنا وحو بلاباي مركا ان جي اويو وح ليرا لح كنو ان جي اويو او قاريهين اي كنيسديهين او دين فافينيان وولد فيشر ايو مثلا نرويجيان ريفيجي كانسل ايو وحيالا وكل ود وحا يهين ان قويني ما فهمت ايو كوا لبدي ويلو ترى هو اسغورسنينا يرا هذا وقادينا وحيالا دقن حما وحا هدير وقويغا كجيري او كلي تي او ايمان اي ما هو هبل كبر ميد كليرا ددك ايمان ايو كلي ايا غوبلدا ايمان اي او مغا يو ان اي واحد درن كو ايمان اي wixii ba marka loo soo jeestay habeenkii dambe loo fariistay ururka SNA oo shara ee meelaha ugu badan oo hawlahaas ku jiraan in lagu baxo waa lagu bax baydaba la qabtay baydaba markii la qabtay oo baydaba maartay laga saaray runtii dagaalkii baydabo ayaa maartay dhacay waa laga saaray nimankii iyo ajnabiga ahaa waxay ku habooneyd markaas dadkaas inta lala shiro rumahaantii in la yiraahdo laakiin dad ayagii ma fahmada dabada ay ka wadaan dowladahaas ajnabiga ah meesha ku jiray dadkaas ay diidna qof ajnabi la socdo lama tusi jirin waxyaalaha u dhibsanayay oo soomaalida asaga iskula dhacayeen waxa ka mid ah dadka ajnabiga u shaqeeya soomaalida oo u ah aamilka ayaa ka badnaa dadka maaragtay ma fahmtay soomaalinimada ku jooga maadaama marka dadkaasna asagu uu arki ogaa sidaas ay marka kalifaysay dadkaasina uu naciba sidaas ay marka isku dhufanaysay isagay bulshooyinka qaar kood Abdi Nuro Abdi Nuro Siyad waa
حقيقة هو نور لكن نور السياد والصح أوكي إن نور شر هر واد يردر تي ما نفسته شبه هذا أهان إذا كل قريبة ستين حق دوني دين ما نفسته وحن كجد وينين أنا كوحن ربني نمان ك دت كأن أقول جرن أجنهي ومركز هاي هاي بسوماريد وكل شيء قط هاي من هالشيء جني قرط اللي جو يان قبل والدولة الرجيم كه كمدها ما دام عنويل فربنا وسوماري كسيو دلني أنا كسيو تشيري إن حدوده أو كل انتي ويل كاس إنه سنقف حق ذرة كل انتي نقول أو كي جدال أوف ديو أسرع مارك تيجي دبرتان سو دري إنه انتي أنا قف عناد إنه ويل كدلنه يعني عسكري كاهو مسكين كاهو مارت دفاعي قرن كدفاعي مركب واحد كجبدل أنكو نمان كاس يسبدل كدولة يانا هين أيكون نمان كاس واحد هاين عضق كريه إنه بحشان أيكون ماشي هنتان جوبي وش لعجه أي ومدة كذا عين دقاليه ذلك أيك هيسي ولا سعتها بنجي دي وسني وعمرد أيان قعان تقولين بنجي دي دوكوميتيال كي أيك جوبي وواحد مرقاتله ولا إنكير كري مرة بقينا نهبل جوبي إراهم لكن أيك جوبي دوكوميتيال كي جوبين ودين تلو قادني أو بين تلو قادني نن عن بير الحين أيه واحد أورنا يبير واحد لا يبكونه هكتر دين الجوسيني وحاسو مارت هو قادني هنتي داس أي بوبين وفرح بدن أي حاجة تشاري أي حاجة دنا عنا هذا بروا قدم أختها هين بكل هذا دنا عنا أنكو دور كسكت شغنو سكع إلى قبنا أي دنا عنا رساسنا إنه جذي نقارن نسيني نجلس أبولي دنا عنا نكي أي ك وحاسكت دورنا يين إلى هاي أبي ومضات بالله قادم كشكتي حمر نمركي محمد سياد بره بحي وتشوكتي بالقد السوداء والله وحن كحسوس تاهر طور بالقد ومركي رنت اللي يراه إذا ماذا دريلي إذا كدولة أو لسنا لجماعة كارهين هدي أي دقارة هيستان إذا هو مشارنا ما هي سن مشارنا مهلي لعكتش إن سوماليا هاي اللي مر هدي إذا كش راشين كريها للسيني مر كده ما أذكرت مشار راشين ما بلوك دقي والله راشين لما هي راشين كده W F B واحد كيني سير راشين كنا جي أنا كأنت بعانين ماهم مر كا إذا ما دي مر كي مشار بيرين دجال كميشي كودي لهايين بدن كود أنت دو كام هذا كاو كحيران وكاو وحيران الباب أي بابك اللي كروسر كأكو تشيري أما بيبيك مركز يجيب سنية الباب وافقه ها فرد الدماغ وعلو ها مركز ياسو يجيب سنية واحد كوسو هردت شعبه لوافة صحي مجالدنا واتقران كرتا دتك شعبك هايو انك ندبت سعودي وان تاقيري وبيها انك ندبت سيدينا وحي اركاني قادني واحد ما يدر حكمين كريم مركز واحد الحكمين كريم ويكوين هذي وحيو مجالدي كان يدلك يو نبا كعسن مركز ياد كانك تقدم بيلي أنا كان الظروف أنا بديشوا رتشد أنا نقول شرتبه واحد إسلام هالدولة دي حوك بعوصي لمنه سد أنا حوك كمان هني فهمت ما أت كان دون تينه بل إسكا حوكا إسكا لو ما ليس بهاش كوضع مركا أنا كم مركا كلا دور الشمع أنا الحين واحد كسر شدي والباب كوب جوليست جوليست أنا نقول شرتي فكسر عصيه أوكي وحين لعبوا وضع وحين تكد بيه شبه دي ال U S C سود قال لهم يصير حاجة كذا قاعدة شبه دي ماشة كذا قاعدة يبقى كل شيء أنا كأيو هرجيسة أسكو عذر أنا هين وضياش إبراهيم محمد قال هل كانوا تشوف وضياش ما أنا في استلا كمدوة جد فدي يدي ذو كمدها وعي كل شيءين وضياش عصو نن عسكري شيء أكتر من نن شبه هذا شيء أكتر إنه سنقول قارين بنا هرجيسة وكذا قول يستين ومال مريه دلعان أنا كيف أديدني شبه هدونا هدي ما قعدوا متشريو هدي ضدك قبيل أدرران شبه هدي قفيفة نقطة مركي أنا كي عن قبيل أدرني قفيفة نقطة وهاي نقطة مارتي وح عن مارتي سيتشري كريم سري أيضا عسى مركك كلفتي المارتي ما قعد يو إس سي قارسي نقواي أو النقطة مارتي وح مارتي وقت جي سلومي
waxa kala ku soo haray haddii dawlad hadii la dhisi USC macna kale ma rabine in dawlad la dhiso ayay rabtay waana la diido manifesto waa diideen oo waa ku yiri niman gacanta lagu sameeyo Nairobi lagu aasaasay oo garashadoodu sidee u hooseysay nimankaas markaan wax yar ka taabto Djibouti isku tageen dawladda Djibouti ashar u qabatay waxay yiraahdeen shan ururaan oo hayb ka soo jooga hayba loo baday ururadi waxay yiraahdeen haybtii madaxweynihii meesha laga qaaday ka soo jeeday ururna ma noqon karaan Soomaalina inay xil ka hor qabtaan waa xaaraan ninka moogta rejiimka laga ridanay raggii la midka ahaana waa ragga noo fafadhiya anaka oo na hor fafadhiyay taliisiina sugidaan hor fadhiya wasiirayaashiisa ciidamada hor fadhiya ra-iisul wasaarayaashiisa aan hor fafadhiya heerkiisii waa dambiilaaliye ma noqon karaan xil ma qaban karaan shir soomaaliyeedna kama qayb geli karaan waxaa ka mid ah shantii urur oo iskugu tagtay meesha la Djibouti lixa USC magacyaala intaan USC magacii aan wadnay nala ka qaatay nin inta loo dhiibaa lix laga dhiga saddex garab iyo afar garab waxay tahay maqaane ayaa USC inay tahay laga dhiga hal garabaa Djibouti tagay oo sida la sheegay markay tageen waxay yiraahdeen lixdaas ururaa madaxweynaha Cali Mahdi haddana dooratay mar labaad markii hore odayaasha caana ku shubay markii dambena nimankaasaa doortay nimankii markay daarteen xamar ayay wada yimaadeen iyagoo dawlad sheeganaya xamar markay yinaade dagaalkii aa dhacay dagaalkii markuu dhacayna shantii urur waa la waayay annakoo USCD aa isku soo harnay oo xabadda isku cabnay aqli shaqeeyo oo lagu yidhaahdo waxaan annaku isu dilaynaa dadkii dawladda nala dhistay meeyana waa laga waayay dhinacii wax la soo dhistay waa keeni waayay annakuna wixii aan daba soconay ka hara waa garan weynoo kamaba hari karin sidaasaa marka USC inay garbo fara badan oo isdila noqoto ka liftay USCda markii dambe gacantaysa saartay saasaana ku burburtay lamana soo hadal qaadin dambe okay cabdow goormaad hogaamiyey kooxdii la gashay